مركز دراسة الخطوط والكتابة له باع كبير في موضوعات مختلفة متخصصة بالخطوط بأنواعها، ولا نذكر فقط الخط العربي ولكن الخطوط بأنواعها، وخصوصا كتاب تاريخ الكتابة في العالم المترجم عن الفرنسية والذي حصل على جائزة هامة، وأيضا منذ ذلك الكتاب إلى أحدث كتاب وهو رحلة الكتابة في مصر. وبين كل هذه النشاطات والمؤتمرات أقام هذا الفريق من الشباب على إيجاد أول دورية من نوعها اسمها أبجديات، وأرجو أنكم جميعا شفتوها يعني الدورية دي، لأن فيها جهود كبيرة جدا. إنما من وراء الستار عملوا الشباب دول، اشتغلوا في المضمون بتاعهم مع فريق متميز جدا في مكتبة الإسكندرية، وهو فريق تكنولوجيا المعلومات، أستاذ دكتور مجدي ناجي و الحاضر الغائب معنا الدكتورة نهى عدلي وفريق العاملين معهما. الحقيقة ساندوا فريق مركز الخطوط في تكوين موقع، مكتبة، بوابة، سميها زي ما تسميها، ولكن في مجملها هي الحقيقة عملية رائعة لقضية النقوش. النقوش لما تتواجد في أغلب الوقت الواحد بيحب يشوف الشكل الأصلي بتاعها، وبيبقى صعب إنه يقدر يبحث عليها بصورة تتمشى مع العصر الرقمي اللي احنا عايشين فيه. دكتور مجدي الفريق بتاعه الحقيقة وجدوا وسائل انهم يطوعوا حتى التعامل مع النقوش في صورة رقمية، بحيث ان الباحث يقدر يصل الى كنز زاخر من الامثلة بتاعت النقوش المختلفة في عبر الانترنت عن طريق الكمبيوتر المعاصر. هي طبعا ده موضوع شيق، انا كنت احب اقعد معاكم كثيرا، ولكن انا هضطر استاذنكم بعد شويه، فهطلب من زميلي العزيز الدكتور مجدي ناجي انه يقول كلمه كليمه زي ما بيقول عليها صديقنا الدكتور يوسف زيدان في المخطوطات، يقول كليمه كلمه صغيره، وبعدين هنسلم العمليه للزميل العزيز الدكتور خالد عزب، انتوا كلكم طبعا عارفينه، واللي قام بتوجيه فريق العمل الذي عمل على المضمون. انما نحب ايضا نسمع كلمه من الدكتور مجدي ناجي. قبل هذا عايز اؤكد برضو على حاجه تانية، وهي ان اذا كنا النهارده نفتتح هذا العمل معكم، فهذا في تراث وتقليد ارسته مكتبه الاسكندريه لما عرف بالافتتاح التجريبي. واللي منكم عندهم ذاكره دلوقتي نقدروا ذاكره طويله لان فات عليها 7 سنوات قبل افتتاح مكتبه الاسكندريه الرسمي سنه 2002، تم افتتاحها افتتاح تجريبي سنه 2001. وسئلت وقتها ليه بتعملوا افتتاح تجريبي، فكتبت حتى مقاله ونشرت في الجرايد ان إذا كان الغرض من هذه المؤسسة أنها تخدم العلماء والباحثين وطلاب العلم والجمهور في مصر، فمهم إن احنا أول حاجة نعملها نفتتح افتتاح تجريبي ونعرف منهم إيه اهتماماتهم وانتقاداتهم على هذا العمل، بحيث إن احنا لما نصلح الأمور ولما نيجي نفتتح الافتتاح الرسمي يبقى فيه استجابة حقيقية، ويكون المستعملين أو المستفيدين من هذا العمل شاركوا
في صياغته بالصورة النهائية بحيث أن يقدم لهم أحسن الخدمات. فبنفس هذا المنهج ذكرني صديقي الدكتور خالد عزب وقال لي طب ما نعمل افتتاح تجريبي للنقوش ونشوف لمدة كام شهر كده، طبعا رمضان جاي كل سنة وانتم طيبين، فتقعدوا كده تسلوا صيامكم على النت وتشوفوا وتبعتوا لنا ايميلات بملاحظاتكم. وبعدين مع الدكتور مجدي والدكتورة نهى والفريق بتاعهم في الاي تي والدكتور خالد والفريق بتاعه هناخد الملاحظات دي ونصيغها صياغه كويسه، ونيجي بقى في الخريف لما الناس بتتواجد بقى في كثره ان شاء الله نعمل الافتتاح الرسمي لهذا. فهيبقى مفتوح وموجود عشانكم عشان نستفيد من مشاركتكم معنا في هذا العمل. الحقيقه انا عايز احيي الزملاء في مركز الخطوط وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات على مجهوداتهم في هذا العمل وعلى ايضا الانجاز، لان انا اظن هتوافقوني لما تشوفوه انه فعلا يمثل انجاز هام حتى في صورته التجريبيه نفعها يمثل انجاز هام. وارجو ان انتوا ولا ايه رايي، مش انجاز هام برضه ولا ايه؟ انجاز هام. وان شاء الله بتعليقاتكم هيبقى في احسن هيئه واحسن منظر لما نيجي نفتتح رسمي بعد شهور قليله باذن الله.